خليني بقى اروح برضو لنقطة يا كريم. الحساب الرسمي للنادي الاهلي اختار كهربا نسر مباراة الاهلي امام الحرس الوطني، ونشر كده الحساب الرسمي الاهلي على موقع تويتر تحديدا، قال يعني حط صورة كهربا اللي انتم شايفينها وقال عليها نسر مباراة اليوم هو لاعبنا محمود عبد المنعم كهربا باداء اكثر من رائع بتسجيل هنا هدف وصناعة هدفين، استمر كهربا، اتعودنا منك على اداء متميز. عشان كده عايز اقول لحضراتكم ناس كتير زي ما انا قلت كانت بتتكلم ان امبارح كانت ليلة عودة كهربا، هو ده كهربا اللي احنا نعرفه، هو ده الاداء اللي احنا منتظرينه من محمود عبد المنعم كهربا. كان في فتره كده ما حسيناش ان هو ده كهربا خالص، لكن الحمد لله عوده مره اخرى، وان شاء الله يبقى فيها استمراريه كريم كمان، مش فكره بس ايه عوده اكيد لان كهربا من اللعيبه اللي لما بتكون فايقه ورايقه لا بينعكس ده بمنتهى الايجابيه على الملعب ككل وعلى تحركات كل اللعيبه. كهربا من اللعيبه المميزه جدا جدا ومهاراته الفنيه عاليه، ولكن ساعات بتبقى الدنيا مش ماشيه معاه قوي، بس يوم ما بتمشي لا بتمشي تمام.